إخواني أخواتي متتبعي قناة راعي الغنم الأطلس المتوسط، تبارك الله عليكم، تحياتي لكم. سوق ثلاثة الأزرو الإخوان، ثلاثة أزرو بتاريخ 7/2023، تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدي محمد. شوفوا الإخوان مع أثمنة ديال الخروف والخروفة والنعجة. افتتاحية الإخوان بداو بالسلعة ديال الخويل، تبارك الله اللهم بارك، سي عثمان تبارك الله، هاني التعريف، اللهم يسر. هذا مازال شحال؟ شحال المعلم شحال؟ 18 والله نجعل البركة، البركة عليكم الكسابة، بركة ما تزيدوش الثمن. وبا عثمان الله يسخر يا ربي، الله يكمل بالخير يا ربي. خروفة سمينة هذه؟ اه سمينة. ما تتحناش الفرصة نجي صورة فاش تكون تتباع؟ حتى تلقاو تتباع في الاخر جاتو. الخروفة الحاجة المزيانة كتباع بكري ان شاء الله تبارك الله. خروفة سمونية سمينة دابا تتباع قطرة عادي. هذه الزيادة عندكم هذه نيس؟ اه زيادة زيادة خلق صلاك الله. تعلف وترضع. تعلف وترضع. كترعى. ترعايا. دابا هذه قبل ما تولد ما راه تتعرف ما وتولد هي وتتعرف هي. تعرف ما قبل ما تولد. يجيب الله تيسير. عاد كتولد عاوتاني كتعرف هي وما نيس. الله يسخر الله يكمل بالخير. شحال كنت باش تبعت؟ كنت تبعت 24. جملة. كاملة. فيهم أربعة. صغار شوية. تباعوا بوحديتهم. أربعة صغار تباعوا بوحديتهم. والاخرين 24 1200 درهم تبارك الله 1200 درهم ودوك الربع شحال باش تبيعهم؟ 18 900 درهم يجيب الله التيسير تبارك الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شحال اخر تعطي ديال اللحم دابا شحال؟ 10 كيلو كاع 13 كيلو الا عطات تعطي 13 دابا خروفه ترضع الحليب والربيع الحليب والربيع تعطي 13 يعني اللحم دابا غادي يبقى يوم على الجزار ب 100 درهم. لا لا ما كاينش ما كاينش 18 ولا 18 ما بقاش هذا خروف زين هذا 16 كيلو مزيان 24 مزيان 24 يجيب الله تيسير 16 كيلو كان يدير 14 تبارك الله 16 حاجه مزيان ماشي 13 14 تقريبا صافي 13 ما فوتهاش بقاش ديال الحليب والغسل هذا ان شاء الله يجيب الله تيسير ما شاء الله. ربو عثمان خصنا نجيو نكملو معاك شي فلوك دابا شحال هادي ما درنا معاك شي فلوك خصك تجي تجي مرحبا بك ها طلع الدار مرحبا بك الله يحفظك عليك مازال شي خروفه بحال هادي ولا لا باقا شي حاجه ما غاديش تباع غادي تباع وبالنسبه دابا الخروفه اش تديروا الخروفه اللي خدامه للرسم اللي غادي ترسموا خاصك تبقى بوحدها ولا غترسموا 2023 اه مازال ما تتباعش دابا اللي مزيانه ما كتباعش مزيانة اللي صالحة الله السلالة الأصيلة ما تبعش مزيانة ما فيها لا نقطة لا شي حاجة تتعزل دابا غير اللي ناقصة شوية اللي حرسها شوية اللي ما تصلحش الله نوك هذيك تصلح شي تبيع وكل شيء اللي عاوتاني بغاش كبدلها وكاين شي استعداد هذا العام الله نوك ضروري امتى غادوز ان شاء الله؟ حنا 15 في الشهر شهر جوج شهر ثلاثة شهر ثلاثة 15 شهر ثلاثة يجيب الله تيسير كاين المليح شوية في الخروف كاين المليح في الخروف بحال ديما هل ديما؟ يكون خير ان شاء الله. يكون خير الله يسهل الله. الله يجي مرحبا به. الله يحفظك. الله يجي التيسير. يا ربي. حتى شوف ما كاينش شي خروف البيع ولا خروف سمينة ولا. كاين كاين. كاينة. عثمان تشوف. تنجي نصورة ان شاء الله. ان شاء الله. تحت نميرة التليفون. ان شاء الله. وتحت نميرة التليفون حطها. تصور داك الشيء اللي غيتباع ان شاء الله الاخر. صافي تكون باينة. يجيب الله التيسير. الله يجيب التيسير الله يسخر وهذيك المعزه حتى هي سمينه اه سمينه وعلاش سمنتي هذيك المعزه؟ ما كتولدش ما تتولدش دخلتي هنا شحال باش تبعت؟ 18 شارفه 900 درهم شارفه وهذيك النعجه؟ هذيك النعجه مريضه فيها الريه مريضه فيها الريه يعني قبل عليها غير السوق وسمينه تبارك الله بنت انا كنت تعلف كنت تعلف دابا منين لاحظتي انها فيها الريه ودخلتيها تعلف صافي ما بغاش برا برا نيت كانت تطرع صافي كانت غير ضعيفه في الاول ما حصلت صافي حنا ندخلوها دخلتها للسوق يجيب الله التيسير شحال باش تبعتي؟ تبعت ب 8000 8000 400 درهم ولكن دابا هذه غتكون عندها الريا غتكون خايبه غتكون خايبه الدخل ديالها كي غادي يكون؟ الدخل ديالها الله اعلم والله يجيب التيسير يا ربي الله يسهل الامور الله يحفظك
ادخل خل نصوروك معاه. والله خايفيني غتعدي عليك طالب تبارك الله اللهم يسر الله يسخر ان شاء الله. الاخوان نهار 15 غادي نكونوا في الموعد مع الاخوان العمراني الله يدير الخير. المهم الاخوان كنا مع اثمنه ديال الخروفه، الخروفه سمينه تبارك الله، هذه من السلعه ديال الاستعمار تبارك الله، هذه اللي تعلف. ان شاء الله الاخوان دابا نشاركوا معاه شي فيديو تخليطه والكوري كي داير والسلعه اللي كاينه الله يدير الخير نتمنى من الله تبارك الله ما شاء الله. بالنسبة للإخوان العجلة تبارك الله موجودة اليوم السوق تبارك الله راه مبوربي خير موجود تبارك الله. تحياتي لك تبارك الله، خروفة مليحة تبارك الله. سمعت الصباح تيقول 850 درهم دا ما عصاش. السلام عليكم. الله يسخر الله يجيب التيسير. هذه غير ديال لازرو هذه ولا؟ هاد الخروفه غير من نازرو ديال ميدلت. ميدلت تبارك الله. ما عندكم شي سوق تما في ميدلت؟ امتى تيكون السوق عندكم؟ السوق امتى تيكون عندكم؟ الحد. كتكون البرقيه موجوده؟ موجوده. كاين دابا دوك الرحالات تمايا؟ كاينين. الله يسخر. اش عطاكم السوق؟ 17 شونس. 17 شونس 875 يجيب من التيس. الله يسهل الامور الله يجيب التيس. ومرحبا بكم في ازرق. الله يبارك فيك. الله يرحم الوالدين. شحال قلتوا لها البيع؟ قلنا لهم 20 ألف درهم مش قطع. الله يجيب التيس. الله يسخر. 1000 درهم تبارك الله مش قطع الله يديرك. خروفه غليظه تبارك الله اللهم يسر. الله يجيب التيسير خالينو. الله يجيب التيسير. شحال خالينو هنا؟ 16 825 تبارك الله. اكسابيا ديال الازرو ولا؟ فين حطيت؟ شحال قلتي لها البيع؟ شحال تقول البيع؟ كنقول له 800 الله يجيب التيسير. السوق اليوم تبارك الله عامر خير موجود الحمد لله. الله يجيب التيسير. 16 825 قطعة 900 درهم. خروفة تنزل تبارك الله، خروفة تنزل دابا هذه ديال الحليب تتذبح دابا شويه دي ولا مازال صغيره؟ لا لا كتسال لا واش تتذبح ولا مازال صغيره زعما؟ شويه لا مازال شويه خصها تعمر شويه خصها تزيد تكبر شويه. شحال عطاك السوق؟ 15 750 درهم تبارك 750. شحال قلتي لها البيع؟ كنقولوا 17 ما بغاوش يعطونا 17 كلشي على 850 الله يجيب تبارك الله غير تبارك الله يسخر. الخروفه موجوده الحمد لله، الخروفه تنزل تبارك الله راه تتباع، السمونيه تبارك الله تتباع تاع هي الله يدير الخير. شحال من بوحزه باش تسال؟ درنا 1300 واقيلا كشيخ جمال، إذ بدينا نسحب ما 300 مثال 200 505 665 درهم تبارك الله. اختا علي عطيه خمس نمرات غادي نعرفو شحال خلينا؟ شحال؟ 825 درهم. السوق الاخوان تبارك الله موجود الخير موجود الحمد لله. ولد هذا نعيجه؟ ولد اخويا تبارك الله. ولد هذا واش دايره في السن؟ سداس. اش عطاك السوق؟ 31 31 تبارك الله 1550 درهم الله يجيب التيسير. لا تزاد هنا يتم الزياع. شحال عطاو خالد هذا؟ 1600 810 درهم الله يسهل الله امورك خير موجود تبارك الله السوق الله يدعي عامر تبارك الله عامر الحمد لله الله يقوي خيره الله يجيب التيسير. تبعت هذه؟ تبعت. ما عرفتيش هذه؟ 21500 1500 درهم
1575 درهم. اللهم صل.